السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. هذه نشرة الأخبار الأخيرة من قناة السعودية، أبدأها بأهم العناوين. المملكة ومكافحة المخدرات، جهود حثيثة لتعزيز حصانة المجتمع ودعم للجهود الدولية. وزارة الصحة تؤكد الوقاية من مضاعفات فيروس كورونا تكون من خلال أخذ اللقاح. اعتراض وتدمير ثلاث طائرات بدون طيار أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه المنطقة الجنوبية. بذلت المملكة جهودا حثيثة في مكافحة المخدرات والحد من أضرارها وخطورتها على الفرد والمجتمع، ويأتي اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يوافق 26 من يونيو يوم كل عام، يأتي ليؤكد أهمية تكاتف الدول والمجتمعات لحماية البشرية من خطر المخدرات التي تهدده في أمنه واستقراره الصحي والاجتماعي والاقتصادي. وتشارك المملكة دول العالم الاحتفاء بهذا اليوم من خلال برامج وفعاليات توعوية مكثفة تنفذها العديد من الجهات الحكومية، تهدف إلى رفع الوعي لدى أفراد المجتمع بمخاطر المخدرات وأضرارها، والتأكيد على أهمية العمل الوطني الفعال والشامل لمواجهتها. هذا وأكد وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز أن المملكة تحارب المخدرات بإجراءات أمنية حازمة، وتطور أدواتها باستمرار لردع العصابات الإجرامية التي تتطور أساليبها بل وأنواع السموم التي تروجها. وتشترك المملكة في الجهود الدولية لتجفيف منابعها والحد من مخاطرها. وأشار وزير الداخلية في حسابه الشخصي في موقع التواصل تويتر وعبر سلسلة تغريدات، أشار إلى أن المملكة تعاملت مع هذه الظاهرة بكل حزم وواجهتها تشريعيا وقضائيا وأمنيا، وضربت بيد من حديد كل من تسول له نفسه الإضرار بأمن هذا الوطن. دور كبير لمكافحة المخدرات في المملكة تمثله عدة جهات، هي صمام الأمان للمواجهة وضرب المرتزقة وتطهير العقول من ملوثات المخدرات التي تستهدف المملكة ومنجزاتها وشبابها. دحروا وهم الكيف القاتل وأوقفوا هواة المال الحرام المتاجرين بأرواح شباب، يواجهون المخاطر بصورة منتظمة تكاد أن تكون يومية. أحبطوا واكتشفوا شحنات في أماكن لا تخطر على بال. يقظة من جهاز مكافحة المخدرات في المملكة وحسن تقديرهم للمواقف وتفانيهم في إحكام السيطرة ومراقبة المهربين ومواجهتهم بثبات. شراكة عمل بين مؤسسات ومجتمع ووعي مسؤول من المواطن هما صمام الأمان للمواجهة وضرب المرتزقة وتطهير العقول من ملوثات بضاعتهم السوداء لاستهداف المملكة ومنجزاتها وشبابها. دافعوا ويدافعون عن مستقبل المملكة، فلم تمنعهم المخاطر التي يواجهونها من عدو حاقد، ولم تفت في عضهم كثرة محاولات التهريب، ولصمودهم أمام المغريات المادية التي قد يلجأ إليها المهربون المجرمون عديمو الضمير. إحباط المملكة للعديد من المحاولات التهريبية للمخدرات يكشف مدى استهدافها من قبل عصابات المهربين والمروجين الساعين بخبثهم عبر كل الطرق لإدخال سمومهم إلى المملكة. المخدرات أكبر خطر يهدد الشباب ويلحق الضرر بمقدرات الوطن ومكتسباته، ورجال الأمن خط الدفاع الأول عن المملكة، ضحوا في سبيل الدفاع عنها وفي سبيل سلامة أبنائها بدمائهم وأرواحهم لمنع وصول هذه الآفة إلى البلاد وتدمير الشباب.
أحبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات محاولة تهريب 14 مليون و400 ألف قرص إنفيتامين مخدر، وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية الرائد محمد جيدي بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة أسفرت عن إحباط تلك المحاولة، مشيرا إلى أنها ضبطت بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بميناء جدة الإسلامي مخفية داخل شحنة ألواح حديدية قادمة من لبنان. وأوضح الرائد جيدي أنه تم القبض على مواطن بمنطقة الرياض لثبوت مشاركته في محاولة تهريبها، مؤكدا أنه تم إيقاف المقبوض عليه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وأحيل للنيابة العامة. أكدت وزارة الصحة أن الوقاية من مضاعفات فيروس كورونا الشديدة والحرجة تكون بمشيئة الله من خلال أخذ اللقاح. هذا ووصل عدد الجرعات المعطاة من لقاح كورونا في المملكة إلى 17 مليون و152 ألف جرعة، قدمت من خلال أكثر من 580 مركزا للقاحات في أنحاء المملكة. في آخر إحصائيات الفيروس في المملكة، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1300 إصابة جديدة بالفيروس و1376 حالة تعافي و17 حالة وفاة جديدة. كشفت وزارة الحج والعمرة إمكانية تغيير نوع الفئة بعد إتمام الحجز ودفع الرسوم للمرشحين لأداء فريضة الحج لهذا العام، وبيّنت الوزارة أن التعديل يكون عند طريق إلغاء المرشح لحجزه ومن ثم الحجز مرة أخرى حسب الخيارات المتاحة على البوابة الإلكترونية. وأشارت إلى أنه في حال نفاد المقاعد لجميع الحملات الموجودة في المدينة التي يقطنها المرشح لأداء الحج، فبإمكانه تغيير مدينة الإقامة ليتمكن من إتمام الحجز واختيار باقة من مدينة أخرى. تسلم رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ وسام التميز العربي من رئيس البرلمان العربي عادل العسومي في مراسم أقيمت أثناء جلسة للبرلمان بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، حيث يمنح هذا الوسام لرؤساء البرلمانات العربية ورؤساء الوزراء والشخصيات العربية تقديرا لجهودهم في نصرة القضايا العربية. وعد رئيس مجلس الشورى هذا التكريم تقديرا لدور المملكة وحضورها الداعم للدول العربية والعمل العربي المشترك بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين والسمو ولي عهده الأمين. إن الدور الذي تقوم به المملكة العربية السعودية خدمة لقضايا عالمنا العربي يعد دورا قياديا ومحوريا عكسته المواقف المشرفة والسياسات الحكيمة والرصينة والمبادرات الرائدة والنوعية التي تبذلها لخدمة ولنصرة قضايا أمتنا العربية وصوناً لأمننا القومي العربي وتصدياً للتدخلات السافرة في شؤون دولنا. كل ذلك تعكسه النجاحات الكبيرة والمواقف الحاسمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز يحفظهم الله، التي أعطت في مجملها قوة دفع إيجابي لمنظومة العمل العربي المشترك، مؤسسة لمرحلة واعدة من التضامن العربي ووحدة المواقف، ومتصدية لكل ما يهدد ويستهدف أمن واستقرار مجتمعاتنا العربية.
أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير 3 طائرات بدون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية تجاه المنطقة الجنوبية. وأكدت قوات التحالف استمرار محاولات الميليشيا الحوثية بتعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية، مجددة التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك. أكدت إمارة منطقة عسير أن جهود الدفاع المدني أثمرت عن السيطرة على الحريق الذي اندلع في متنزه الجرة الواقع بمركز تمنية جنوب شرق أبها، وبينت أن الحريق لا يشكل أي خطر على القرى المجاورة ولم تسجل أي إصابة جراء ذلك. وأوضحت الإمارة أن أعمال المكافحة مستمرة من قبل فرق الدفاع المدني بمشاركة عدد من الجهات والمتطوعين بالمنطقة وفق تطبيق خطط الدعم المناطقي للدفاع المدني بالقوى البشرية والآلية، وذلك بمتابعة مستمرة من سمو أمير منطقة عسير. نفذت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات جولات ميدانية شملت العديد من المواقع السياحية ونقاط البيع وفروع شركات الاتصالات التي تشهد إقبالا من السائحين المواطنين والمقيمين. تزايدت معه نسبة الطلب على خدمات الاتصالات، وذلك بالتزامن مع انطلاق موسم صيف السعودية 2021. وكشفت الهيئة عن قيامها بإجراء العديد من المسوحات الفنية في المواقع السياحية لقياس جودة التغطية والتحقق من سلامة الترددات، وأشارت إلى أنها قامت بتشكيل فرق فنية لإعداد تقارير يومية عن أداء الشبكات في المناطق السياحية. أكثر من قرن شاهد على تفرد قصر السراج بمكانته التاريخية وبجمال هندسته المعمارية، حتى أصبح أنموذجا خاصا للأحساء وللجزيرة العربية على مر السنين. نتابع. يتحدث التاريخ بإسهاب عن مواقع شكلت عمقا تاريخيا وقيمة ثقافية شامخة، إذ يقع واحد من أهم وأشهر قصور الدولة السعودية في الأحساء، قصر السراج، الذي أدير الحكم من خلاله منذ بداية عام 1331 للهجرة. في عام 1367 للهجرة، هطل مطر غزير أخل بأساسات الجزء الشمالي الغربي للقصر، ورفع الأمر حينها لجلالة الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، الذي وجه بهدم القصر وإعادة بنائه من جديد إذا لزم الأمر. قد أمر الأمير سعود بن عبد الله بن جروي رحمه الله الأستاذ عبد اللطيف العرادي، وهو من خيرة البنائين، بالإشراف على بنيان قصر الأحساء، الأمارة أو السراج الذي تقع عليه هذا الاسم. من جديد خلل بأساسات القصر ذو 3 طوابق والمكون من 52 غرفة. حدث ذلك عام 1392 للهجرة. لجان عدة قيمت الوضع، آخرها لجنة شكلها وزير الداخلية آنذاك الأمير نايف بن عبد العزيز، الذي قرر فيما بعد هدم القصر وإخلاؤه على الفور. أمير الأحساء آنذاك الأمير محمد بن فهد بن جلوي، الذي سعى لبقاء القصر، فوجئ بعد عودته من السفر بأن قرار الهدم قد صدر ونفذ، الأمر الذي أحزنه لارتباطه تاريخيا وعاطفيا به. أخيرا في عام 1400 للهجرة، بني قصر سراج من جديد بدور واحد كما هو حاله اليوم، وانتقل إليه أمير الأحساء محمد بن فهد ليتحول فيما بعد مقرا لأمارة الأحساء حتى يومنا هذا. محمد المحسن، الأحساء. نشرتنا انتهت، تذكركم بأبرز عناوينها. المملكة ومكافحة المخدرات جهود حثيثة لتعزيز حصانة المجتمع ودعم للجهود الدولية. وزارة الصحة تؤكد الوقاية من مضاعفات الفيروس تكون من خلال أخذ اللقاح. اعتراض وتدمير 3 طائرات بدون طيار أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه المنطقة الجنوبية. في أمان الله.